الجدول. اهلا وسهلا فيك. مبسوط ان شاء الله. كيفك اليوم؟ ماشي تسلمي. نحن سعيدين لانه بدنا نحكي عن مبادره حلوه كثير انتم عم تقوموا فيها كنتوا بالسنوات السابقه، ولكن هلا صرتوا بالنسخه الرابعه والموضوع جدا حلو. اول شيء خبريني عن مبادره ارتست اوف بيروت واي متى بلشت؟ مبادره ارتست اوف بيروت مبادره بلشت سنه 2020، بلشنا بالموسم الاول، اليوم صرنا بالموسم الرابع وصار معنا حوالي 50 فنانة واكبتنا خلال المواسم. هدفها هي مبادرة هدفها دعم الإبداع اللبناني وبالأخص المرأة الفنانة اللبنانية، لأنه حابين نحن نعطي مجال للمرأة وفي كثير مواهب عند النساء اللبنانية. بنفس الوقت كمان بندعم مدينة بيروت، بدنا نحافظ على جمالها. حابين هن هول الفنانات فنانات بيروت، مشان هيك نحن اسمنا ارتست اوف بيروت. سو كل عمل وكل عرض جزء من ايراداته بيروح لدعم منظمات عم ترحم بيروت. لكن اذا في فنانين شباب بدهم يشاركوا بالمبادره ممنوع؟ الوقت الخاطئ ممنوع هلا، كثير مش كثير مبسوطين الشباب عم بيقولوا لنا ويبعثوا لنا مسجات، بركي شي نهار نعمل هيك مثل اديشن سبيشال اديشن، ليش لا؟ انتم بتعملوا سنويا 1 اديشن؟ لا في اثنين، هذيك السنه عملنا اثنين ومعرضين يعني، بس هن الفنانات تبع السيزون هن كل السنه هول هن. اوكي. بس عملنا وحده ثانيه خلطنا كل المواسم. نعم، شو آلية اختيار الفنانات؟ شو كيف بيصير كيف بيقدموا؟ انتم على اي اساس بتختاروا؟ كل سنة بنعمل كود فور ارتست على شبكات التواصل، بيبعثوا لنا البورتفوليو تبعهم على الايميل وبنرجع نبحث بكل هالبورتفوليو، واكيد خلال السنة من يعني بالمعارض بنتعرف على كثير فنانات ويعني بناخذ سلكشن من هالفنانات، بدنا اياهم يكونوا من تقنيات مختلفة، بنحب هذا التنوع يكون موجود، وكمان اكسبيرينس مختلفة، يعني مش كلهم عندهم اكسبيرينس، في منهم بعضهم مبلشين، منهم في اشخاص بروفيشنال وفي اشخاص اللي موهوبين عندهم كثير تالنت بس بعد بدهم يعني عندهم بوتنشل. عم نشوف لوحات بالوقت اللي حضرتك عم تحكي. حطينا كم يعني اكزامبل، لكن عم نشوف مش بس لوحات، في منحوتات كمان. في منحوتات، في سيراميك، في كمان بيتون، في عنا حرفيه بتشتغل البيتون، في ميكس ميديا، في العمل يلي شفناه بالاول كمان رقمي ديجيتال ارت. نعم. في يعني متنوع العدد رح يكون عدة تقنيات. لكن الفنانات اللي بدهم يقدموا ابلكيشن على المبادره هن بيكونوا بتكونوا طرحين الموضوع السنوي، بصيروا بيكونوا هن عارفين فيه وعلى اساسه بيقدموا؟ لا ما بنكون بعد حددنا الموضوع، بس هن هلا لانه نحن موجودين دائما على شبكة التواصل صاروا يعرفونا كل السنة بيبعثوا لنا. نعم. مش ما بيبعثوا يعني أول السنة، أوكي. كل السنة هلا عم يبعثوا لنا بنتركهم، وأول السنة بنعمل سيلكشن، بدنا هذا التنوع، بدنا يكون فيها الخليط بالأعمار بالإكسبيرينس بالتقنيات، بدنا 12 وهد 12 بنواكبهم كل السنة بخلال كذا عمل وعرض تنعرف عنهم. نعم. شو موضوع السنة؟ موضوع السنة ده أبدأ سلو، حبينا نحكي عن الاسترخاء شوي، عن فن الاسترخاء، كيف واحد الحياة بترجع تصير صحية أكثر، لأنه نحن عايشين كثير بحياة مضطربة. يعني اسمها كده سلو أوف ليفينج، حياة بطيئة؟ بطيئة، نمطها بطيئة. نمطها بطيئة، بس هي بترجع على الاسنشلز، تاخذ وقتها، تستمتع بكل لحظة، هذا المبدأ تبعها، والفنانين عادة بيخلقوا هيدا المود ليقدروا يعني يقوموا بعملهم الابداع. فحبينا نكرس هذا العرض على هيدا السيم، اصلا هيدا مثل موفمنت بالعالم عم يرجع هلا يلفت رفقه انه خلص ركض 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 وسرعة سرعة سرعة، خلينا نرجع نبطئ نسترس بكل لحظة، ناخذ وقتنا يعني ننبسط بالحياة اليومية. صحيح. لكن مين هن الفنانات الرسامات اللي تم اختيارهم؟ شو عددهم؟ واذا فيك تقولي لنا هيك اسامي وعرفنا انه في شو جاست. يس، انا شو جاست اللي هي منى ترند دبجي، هي رسامه معروفه وهي بتجسد كثير منيح
هيدا السيم الموضوع اللي لقيناه، لأنه هي بترسم المرأة اللي عم تسترخي وتاخد وقتها وتستلذ بالقهوة، ثم نفرض مجالية الغاز. في عنا كمان النحت، الأعمال النحتية تبع ديلان دي بوغوسيون اللي تركتنا هديك السنة، بس مع إنه بنتها مشاركة معنا مرات، حبينا نعرض نحوتاتها اللي عملتهم قبل ما تتركنا وما نعرف أول مرة عم نعرضها. سو هيدا إذا بدك الضيف يعني اللي هن نحوتات ضيوفنا بهيدا المعرض. وعندنا 12 ارتست تم اختيارهم بيناتهم مرات بالتلاتينات، بدك سمي لك اياهم كلهم في سارة سابا بالاعمال الديجيتال ارت. هلا شفناها في مونيك شبلي بتعمل رسم. انتوا كنتوا عم تعملوا ديجيتال ارت بنسخات القبل ولا شيء ميز؟ اول مرة حطينا ديجيتال ارت، كل سنة بنجرب نحاول بنواكب اكيد التطور والاشياء الجديدة ديجيتال ارت. وحتى البيتون اول مرة كمان مع اليس مراجل عامل شغلة جديدة حبينا نفوتها، كمان الحرف الشكل الحرفي بهمنا، في سيراميك مع روبرتا بولي. في عنا كتير رسامين اكيد، ان شاء الله ما انسى حدا، في حدا بالبيكرون العمل الكولاج اللي هي اليان ماتاس لباط كمان بتشتغل بورق السويدير، بتعمل كولاج كتير فريد من نوعه. في عنا منى حوا رسامة، دانا حلواني يعني الفنانات الرسامات اللي متنوعين هن لما بدهم يشتغلوا على الموضوع اللي انتم بتكونوا طرحتوا عندهم ليمت معين، يعني رسومات عدد معين، منحوتات عدد معين او مفتوحه؟ لا معين، لانه عندنا اسباس معين، يعني عندنا مجال نعرض عدد معين ما فينا نتركها. سو كلهم لازم يكون عندهم وجود تقريبا في ويز بعض. نعم. نعطيهم تقريبا هدول الدايركشن ويشتغلوا على اساسها، بس بيشتغلوا على الموضوع. سو كلهم عندهم هذا وحي هذا الموضوع، تكون اكسبيرينس يعني كلها متماسكه ومتجانسه. ويكون في بالانس شوي وفهم. في بالانس. في مثلا كمان مثال كوري اللي هي كمان معروفه رسامه، مثلا الباك جراوند تبعهم بصير مختلف، مثلا حكيمه مثال. نعم. بس سو بتشوف بشكل الفني بتحس انه هي بيولوجيست، لانه في كثير تفاصيل، بس اكيد رعب يعني المبادره وين رح تكون؟ باي مطرح؟ رح تكون بالارت هاوس بالجميزه. ارت هاوس هو بيت الفن بالعربي، بيت الفن. هيدي ثاني مره بنروح على الارت هاوس، لانه هيك السنه كمان كنا هنيك بعد اختلاف. أول شيء محل كثير متلائم كوزي ومتلائم مع الموضوع، لأنه يعني بتفوت على ارت هاوس بتنسى إنك أنت بمدينة فيها ضجة بتفوت بتحس حالك بهذا المود الاسترخاء، المود الجميل. وبعدين بيرمز كمان لمدينة بيروت، يعني هذا البنسيون مش موجود تبع الارت هاوس، يعني من الحجر تبعه بذكرنا بالبلدان المحل، بنحب هذا المحل. وبعدين هذا المحل بتلاقوا فيه كل الارت لافرز كولكترز، يعني صح هو ملأ لكل الفنانين، مش بس رسامين، في فنانين على مختلف انواعهم. التواريخ ببلش بكره 16 الشهر الساعة 5 الافتتاح، ولا 25 الشهر يعني 10 ايام. بعدين من 12 ل 8 كل يوم، وبيتخللوا كمان نشاطات اذا بتحب بوصل لك عنهم، مش بس معرض. نحن بنحب يكون معرض حي، يعني مش انه بس واحد يشوف في نشاطات. يوم الاثنين عندنا ورشه عمل بتقدمها لارتست هون في الدرجه هي الضيفه، ورشه عن الرسم. سو رح يكون في ناس مشاركين فري اوف تشارج، اكيد مفتوحه للجميع. لازم يحجزوا قبل؟ بدهم يحجزوا، لانه اكيد ما فينا ناخذ عدد كثير كبير، محددين العدد، بدهم يحجزوا. يعني بعد في شويه محلات، اذا حدا حابب يتصل فينا على شبكه التواصل او على artist@gmail.com فيحجزوا الساعه 11 من 11 ل 12 ونص يوم الاثنين 19 الشهر.
واحد وعشرين شهر عاملين مثل حديث عن كم ارتست، وراح يكون في حدا يخبرهم بصحفي وكاتب تانية تانية منا الساعة 11 كمان من 11 ل 12، وكلهم رح نحطهم لايف على شبكة التواصل. يوم الجمعة الساعة 11 رح يكون في مثل ريلاكسيشن سيشن، يعني مثل استرخاء، ومع الفنانة مونيك شبلي اللي هي نفس الوقت تيتشر، يوغا تيتشر. صحيح، هو في يوغا يعني ولا نوع مثل اليوغا، نوع اليوغا بس هي تنسترخي تنعيش المود أكثر، وبعدين أكيد نتأمل باللوحات الموجودة حوالينا. نعم. هون من النشاطات، وأكيد بالأوبن إيف بكره بيكون في مود كثير حلو. لكن هو من 16 ل 25 ابتداء من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 8 المساء. بدي أسألك قديش مهم هيك مبادرات، وقديش الفن بيعطي وجه حلو للبنان وبيساعد على نهضة بيروت؟ كثير مهم، كثير كثير مهم. وبفتكر يعني هيدا عملنا، بس مش بس عملنا، عم بيكون في كثير كثير مبادرات فنية وثقافية، هي مثل ريزيستنس، مثل نحن يعني عم نقاوم هالطريقة، هيدي طريقتنا اللي بنعملها كثير منيح يلي نقاوم فيها. وبفتكر اللي بيميز لبنان هو ابداعه، ولازم نركز عليه، ولازم نضلنا يعني نسافر بهذا الموضوع اكثر واكثر. ومثل يعني بس طبعا نسوق انه بيروح جزء من اليلا بيروح لبيروت هيريتج انشيتيف يلي عم ترمم بيوت بيروت معنا على بالنا. نعم. وخلصنا الترميم. نعم. فالترميم بعده ماشي، بس بمنطقة بيروت الجمعية هي أكثر شيء مركزين على بيروت. نعم. مركزين على بيروت هلا، لأنه في كثير شغل بيروت، أكثر شيء تأثير بيروت. ونحن بدنا نعيد كمان لمدينة بنفس الوقت، لأنه هيدا كثير مهم. وهيدا أصلا يعني الفنانات بيستوحوا من مدينة بيروت، من الانفايرمنت تبعهم. يمكن هيدا المطرح كثير مهم بالنسبة للفنانات، انه في عندهم بيعرفوا انه سنويا عندهم مطرح بيروحوا بيلتقوا فيه مع الاشخاص بيعبروا، وبيكونوا عم بتساعدهم انه بدل ما هن يقعدوا يفكروا بالموضوع، عندهم الجمهور الموضوع جاهز وهن عم بينفذوه. مش بس بنجيب لهم الموضوع، هن وقت يشاركوا معنا بيفوتوا على الويب سايت وعلى خلص بيصيروا ارتست اوف بيروت، وبعدين في كثير اوبورتيونيتيز بتنفتح وبيعملوا كونتاكتس بيتعرفوا على ناس وبيصيروا تحت الضوء، وبنحطهم نحن تحت الضوء بنسلط عليهم الضوء، وساعتها بتفتح لهم المجالات. هذا الهدف. شو مشاريعكم ارتست اوف بيروت المستقبليه؟ اعطينا هيك سكوبين. مشاريعنا مثل ما قلت لك حابين نعمل عمل ثاني يعني باكتوبر تقريبا بالتاريخ، مثل ما عملنا هذيك السنه كانت كثير ناجحه. جمعنا الاربع كل المواسم، يعني كل الارتست تبعولنا خلطناهم كلهم سوا، يلي حابب اكيد في منهم مش قادرين. الخمسين اللي حكينا عنهم. نعم. سو بنعمل عمل معهم كلهم سوا، بيكون السيم مختلف، بس بيكون الشو مختلف لانه فريد جديد، وان شاء الله تكون هالمره كمان فريد ان شاء الله. عم بتفكروا انه توسع شوي اكثر مما يكون انه هيك معرض وايفنت رسومات، تعملوا شيء فني بعد غير تتوسعوا بغير القطاعات؟ هلا نحن عنا نعمل معارض، بس كمان كوميونيكيشن يعني على شبكات التواصل، نعمل كمان ايفنتس مختلفين. يعني خلقنا مبادرة تانية اسمها ارتست اوف بيروت بوتيك، يعني مثل اختة صغيرة لقيتي. كمان نشجع نحن الارتست مش بس يعملوا الاعمال الكبيرة، يعملوا كمان اوقات كان عندهم مواهب وعندهم افكار. نعم. يعملوا مثل اوبجيكتس، واحد في يعني الناس فيهم يشتروا سو كمان بنعمل نشاطات هون، بنشارك بغير ايفنتس من هذا النوع مشان ارتست اوف كمان ظهرنا بلد بيروت وبلد لبنان، يعني رحنا على دبي، شاركنا بالمعرض اللي انعمل لليونيفرسال ببنتين دبي 2020، كنا مشاركين مع كم ارتست بدبي. عم نحكي باكسبو؟ ايه اكسبو 2020. هلا اكيد نحن من خلال نشاطاتنا، وليش بنحب نعمل احاديث واشياء وورشات عمل كمان مش بس هون،
ويتس بي ار، لانه بنفس الوقت وبلا هو لقاء خصوصي بالبليس بالارت هاوس. بدي اسالك هيك قبل ما نختم معك، ليش اخترتوا مناطرات تبرجين زلزال؟ اخترنا مناطرات تبرجين لانه كثير بتجسد هذا السيم جمعت الله، ولانه كمان عندنا بنت على مناطرات هلا دبوسي وحده من الارتست تبعنا من اوائل الارتست، سو مونا وكبتنا من خلال بنتها من اول ما بلشنا. وهالمره بتجسد السيم، ويعني يعني اذا بتطلع على لوحه مناطرات تبرجين خلص بتفهم كل السيم، لانه هيدا السيم تبعها هي. وهلا هي رح يكون عندها مجال كمان تحكي وتفصل اكثر عن السيم لانه بتجسده جيد. ورح تعطي ورك شوب يعني الاشخاص اللي بحبوها او على بالهم يتعرفوا عليها وياخذوا هيك نصائح من رحم الله عم بيشاركوا بالورك شوب. لكن مشاهدينا لازم انكم تحجزوا لانه مطارح قليله جدا. قبل ما نختم خلينا نرجع نذكر بالتاريخ الساعات وبرنامج سريع. بس بتعرفوا الشهر بكره الجمعه الساعه 5 الافتتاح بالارت هاوس، وبنكمل من السبت ل 25 شهر يعني احد شيء من 12 ل 8 بالارت هاوس برج الميزان جوجل ماب. اذا حدا بعد ما بيعرف لازم يزور الارت هاوس بقلب بيروت. وعنا نشاطات يوم الاثنين 19 الشهر ورك شوب رسم، 21 الشهر عنا حديث مع الارتس مع تانيا معنا، يوم الجمعة 23 الشهر الساعة 11 عنا ريلاكسيشن سيشن مع مونيك شبلي ديوغا تيتشر عند ارتس. شكرا لك كارول، تنكون استمتعتي بالمقابلة. لا كثير منيح وطلعنا وقت نشرح مضبوط التفاصيل عن هذا الايفنت. اهلا وسهلا فيك وموفقين مشاهدينا، خلينا